كبرى للصحافة تدخل دورتها الحادية عشرة هذه السنة، محطة للتتويج والاحتفاء بالأعمال المتميزة في مجال السلطة الرابعة. زملاء مهنة المتاعب بالنسبة لهم اللحظة متميزة، حصاد لسنوات من العطاء. هذه الجائزة مكافأة على روبورتاج جناح الإعدام بسجن القنيطرة، وهو يمثل ثمرة عمل تطلب مني مجهودا كبيرا. الجائزة ديال القناة كاملة، علاش؟ لأن كل عاملين ديال القناة كيساهموا في واحد العمل، ماشي غير المقدم ولا اللي كيصاوب البرنامج هو اللي كينال الجائزة. زملاء مهنة المتاعب تقدموا للجنة ب 120 عملا في مجال التلفزة والإذاعة والصحافة المكتوبة والصورة والوكالة والصحافة الإلكترونية والإنتاج الأمازيغي والحساني، أعمال نالت احترام اللجنة. جميع الأصناف الموجودة عبرت عن مستوى عالي من الكفاءة الفنية، سواء في التلفزة، سواء في المكتوبة، سواء في الإلكتروني إلى غيره، لأن كما قلت الجوائز الثلاث، منها جائزة الإنتاج الأمازيغي والحساني، وأيضا الإلكتروني الذي أصبحت له الصحافة الإلكترونية أصبح لها صنف خاص. الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة احتفاء تتويج ومحطة للانطلاق من جديد لأعمال تنافس على النسخة القادمة في موعد جديد بأعمال جديدة.